اهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي معادنا مع اهم اخبار الرياضيه المحليه والعالميه، ونبتدي جولتنا الرياضيه من بطوله كاس مصر وفريق نادي الزمالك اللي حقق الفوز على الداخليه بهدفين مقابل هدف في المباراه اللي اتلعبت امبارح على استاد القاهره ضمن مباريات دور ال 32 من بطوله كاس مصر، وبكده الزمالك بيتاهل لدور ال 16. سمير فكري يتقدم للداخلية في الدقيقة 4 من المباراة، وسيف جعفر اتعادل للزمالك في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الثالث الإضافي سجل المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني للزمالك. ونتابع مع بعض آخر أخبار إدارة النادي الأهلي اللي وجهت الشكر للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وقالت في بيان رسمي صادر عن النادي امبارح إن عملية فسخ العقد جت في ضوء احترام متبادل بين الطرفين. البيان كمان قال إن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي اجتمع مع شركة الأهلي لكرة القدم ولجنة التخطيط لمناقشة موقف المدير الفني، وبإجماع الآراء تم الاتفاق على التمسك باستمراره، لكن موسيماني خلال الاجتماع طلب عدم الاستمرار وإنه عايز يكتفي بالفترة الماضية اللي فيها تم توجيه الشكر ليه على كل اللي قدمه للنادي الأهلي، وبالفعل جرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين. النادي الأهلي بالفعل كلف سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول بالقيام بمهمة المدير الفني بشكل مؤقت، وده بعد رحيل بيتسو موسيماني. وأعلن تشكيل الجهاز المؤقت اللي بيتكون من سيد عبد الحفيظ مدير جهاز الكرة، وسامي قمصان قائم بأعمال المدير الفني، محمد شرف مدرب، واستمرار ميشيل يانكون مدرب الحراس، ومحمد النجار مدرب أحمال، وعمر رشدي محلل أداء. المسؤولين في النادي الأهلي ابتدوا في دراسة عدد من السير الذاتية لمجموعة من المدربين الأجانب، واستعرض المسؤولين السير الذاتية الخاصة بعدد من المدربين على أعلى مستوى عشان يختاروا أفضل الأسماء المتاحة في الوقت الحالي. ومنتخب مصر لكرة القدم هيلتقي نظيره كوريا الجنوبية ودياً على استاد كاس العالم سول في تمام الساعة 1 ظهراً بتوقيت القاهرة، والمنتخب بيدخل المباراة وسط أجواء صعبة بسبب غياب 9 لاعبين أساسيين على رأسهم النجم محمد صلاح. أما منتخب كوريا الجنوبية فبيخوض المباراة بالقوة الضربة بقيادة سون المحترف بالدوري الإنجليزي، البرتغالي باولو بينيتو المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، واللي اتكلم عن المواجهة الودية قدام المنتخب المصري اللي هتتلعب النهاردة. باولو بينيتو قال: بتوقع تكون تجربة مهمة في رحلة الاستعداد لكأس 2022 وبسعى للاستفادة منها. أما إيهاب جلال مدرب منتخب مصر قال إن كوريا الجنوبية عندها منتخب قوي ومنظم، وأكد إنه بيسعى لإظهار قيمة اللاعب المصري في المباراة الودية المرتقبة بين المنتخبين. أما بقى رابطة الأندية المصرية المحترفة أعلنت ميعاد قرعة نصف نهائي كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة، ومن المقرر إنها تقام بكرة الساعة 2 الظهر في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم. القرعة هتتعمل بين أربع فرق هما الإسماعيلي وفيوتشر والمحلة وأمبي في حضور المسؤولين عن الأربع أندية. والمنتخب النيجيري اكتسح منتخب ساوتومي وبرنسيب بنتيجة 10-0 في المواجهة التاريخية اللي جمعت بينهم امبارح على ملعب أدرار ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا كوديفوار 2023. منتخب نيجيريا عزز صدارته لجدول ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات أمم أفريقيا 2023 برصيد 6 نقاط، وبيتزيل منتخبين ساوتومي وسيراليون الترتيب من غير أي رصيد من النقاط.
ونادي ريال مدريد الإسباني ودع اللاعب البرازيلي مارسيليو، وده بعد 16 سنة قضاها اللاعب في صفوف ريال مدريد، حقق فيها ألقاب كبيرة وغالية لجمهور مدريد، ودول طبعا زي دوري الأبطال والدوري الإسباني والكؤوس وأيضا كأس العالم للأندية. نشر الحساب الرسمي لريال مدريد على الإنستجرام مجموعة من الصور لمارسيليو في لحظات انتصار الفريق بالبطولات الكبرى، وعلق الحساب على الصور وقال 16 عام ذكريات لا حصر ليها. منتخب كرواتيا فاز على منتخب فرنسا بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت امبارح على ملعب ستاد دو فرانس في باريس ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من مسابقة دوري الأمم الأوروبية. وجه هدف منتخب كرواتيا عن طريق النجم لوكا مودريتش في الدقيقة 5 من المباراة من ضربة جزاء تم احتسابها في بداية اللقاء. بالنتيجة دي تواجد منتخب كرواتيا في المركز الثاني في جدول الترتيب للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، ومنتخب فرنسا في المركز الرابع والأخير بترتيب المجموعة الأولى برصيد 2. أخبارنا الرياضية خلصت، خلينا نرجع على طول لشاذلي والجوانة نكمل معهم باقي فقراتنا في صباح الخير. تفضل شاذلي، تفضلي جوانة. أنا نشكرك شكرا جزيلا.